وفق وسم حمل عنوان حرق الإطار في إشارة إلى حكومة الإطار التنسيقي، خرجت تظاهرات في بغداد ومحافظات عديدة أغلقت خلالها الطرق بالإطارات المشتعلة، ورددت فيها هتافات أكد فيها المتظاهرون أن صوت الثورة ما زال حياً ورافضاً لمحاولة الكتل السياسية تكريس نفوذها عن طريق تمرير قانون سانت ليغو الانتخابي. لجنة سابقاً أكثر من خطوة في بغداد وفي جميع المحافظات بالتنسيق مع اللجنة المركزية ومع جميع الأحرار في العراق من أجل رفض قانون سانت ليغو، هذا القانون الظالم، هذا القانون الذي يصادر إرادة الشعب. التظاهرات رفضت أيضاً إعادة مجالس المحافظات التي اعتبروها واجهة للسلطة، ولا سيما أنه لطالما عملت هذه المجالس على استغلال ملف الخدمات باتجاه تحشيد الناخبين لدعم أحزاب بعينها خلال المواسم الانتخابية، وهو ما يفسر إصرار قوى سياسية على إعادة إحياء تلك المجالس بعد أن أغلقت بضغط من متظاهري ثورة تشرين عام 2019. انتخابات بتكون مصير يوم انتخابي ماكو مجالس يحلمون ويرجعون احنا الاضحيه بنكون ما يصير فيها انتخابات. مجالس المحافظات حلقات زائدة ومؤسسات فارغة من محتواها وفقا لمراقبين، حيث تسببت منذ تشكيلها باستنزاف أموال البلاد عقب تجاوز نفقاتها الشهرية نحو 200 مليون دولار شهريا، يضاف ذلك لمشاريع وهمية وفاسدة لم تكن بعيدة عن تلك المجالس، ساهمت بشكل أو بآخر بتكبيد العراق خسائر تقدر بأكثر من تريليون دولار منذ عام 2003 بحسب اعتراف رئيس الجمهورية السابق برهم صالح. تجدد تظاهرات بغداد والمحافظات الأخرى الرافضة لقانون سانت ليغو الانتخابي وإعادة مجالس المحافظات دليل على أن قلب ثورة تشرين ما زال نابضاً رغم محاولات الأحزاب تكبيل وتكميم الأفواه عبر سلسلة قوانين قمعية وعمليات ترهيب ممنهجة.